في الجزئية دي يمكن حبيت ان انا اتكلم في حتة ليها علاقة بكيفية ادارة الملفات، لان انا شايف ان مثلا ممكن يعني فكرة منصب نائب الرئيس محتاج مواصفات معينة، او من وجهة نظر حضرتك ايه ممكن تكون اهم المواصفات تحديدا في المنصب ده؟ خليني أرد الأول على موضوع القائمة الموحدة. القائمة الموحدة ما هيش فرض على الناس إن أنتوا لازم تعملوا كده، لا، إحنا بنقول هي الأفضل، الأهدى، الأسرع. تاني يوم الناس هتشتغل على طول في ملفاتها، مش هيحصل لسه تعارف بين ناس وناس، وقد يختلفوا في الفكر، قد يختلفوا على بال ما يتفقوا. لا، هي الأسرع والأأمن والأهدى، اعتقد هي القائمة الموحدة دي. اول نقطة، مواصفات النائب الرئيس. عندما يغيب الرئيس يكون رئيس، يبقى عنده المواصفات اللي تؤهله بالفكر، ويبقى ماشي على نفس الخطة والبلان اللي كل المجموعة متفق عليها. في حضور الرئيس هو له الملفات المخصصة اللي الناس بتعتمد عليه فيها، وخصوصا بصفتي انا الشخصيه عندي ملفين. الملف الهندسي باعتبار الفكر المهني بتاعي، وخصوصا الهندسه الرياضيه. انا شاركت في كاس العالم 2021 اللي اتنفذ في مصر، اللي تمت كل المنشآت فيه بواسطه طبعا الدوله المصريه، في التصميمات والاشراف على التنفيذ بتاع الاربع صالات اللي اتعمل فيهم كاس العالم، ويمكن جددنا كمان حوالي 10 ملاعب اخرى. فالواحد بقى عنده النو هاو بتاع ايه اللي بيحتاجه الرياضيين، ايه اللي بيحتاجه الجماهير، ايه اللي بيتطابق مع المواصفات الاتحادات الدولية علشان تقدر تنظم بطولات عالمية فيها. في شق تاني، الادارة الرياضية. الحمد لله اعتقد يعني السي في اللي حضراتكم تقدمتوا بيه، يعني انا مش جديد في عمل الاداره الرياضيه، بالعكس يعني من زمان جدا، لحد ما وصلت لمرحله اعتقد ان الاتحاد المصري لكره اليد وصل للعالميه، اعتقد بقى افضل فريق جماعي في مصر، اكبر انجازات، لدرجه المصريين كانوا يعني بيتابعوا كره اليد في كاس العالم، لدرجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي اول مره تحدث في التاريخ، دايما الرؤساء بيبعتوا تهنئة فوز ببطولة في مباراة حاجة كده يعني. السيد الرئيس بعت لنا مرتين تهنئة في مباراتين احنا خسرناهم، تخيل. بس عملنا ايه؟ حالة في الشعب المصري كله بيتابع، ولقى الولاد بيلعبوا فعلا بكل قوة لغاية اخر لحظة، والبكاء عند الخسارة بصراحة كانت مشاعر عالية جدا، والسيد الرئيس قدرها طبعا. فاكره انا ماتش الدنمارك ده كان ساعتها كل الناس مهتمة بيه جدا جدا. صحيح. لا، وكمان في فرقة الناشئين كسبت أيوة. بطولة العالم دي برضه حاجة من الحاجات اللي بره مصر. حط برا. تحتيها ايه؟ 100 خط. يمكن الحاجات الجديدة علينا في الرياضة المصرية ان احنا يبقى عندنا فرقة جماعية نسمع انها بتفوز ببطولة عالم. وبره دي مهمة جدا، ان وفي اوروبا يعني كرة اليد لعبة اوروبية، انت بتكسبهم ذهب الناشئين، برونز شباب برضه بره. لأول مرة الفريق الأول يكسب تونس في تونس، ونتأهل للأولمبيات اللي بنحقق فيها رابع. فالحمد لله، أعتقد يعني السي في الرياضية، الإدارة الرياضية، الحمد لله يعني.